السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم في لايف مع البطل السوداني الصغير. أنا حقول إن شاء الله مقدما باش مهندس أو طبيب أو لسه ما معروف التايتل نيم بتاعه والاسم المسمى به. أنا بعتبر بطل السودان الصغير، واسمحوا لي أنا أعرفه البطل دون تايتل. إن شاء الله معانا اليوم عمر الخطاب. صراحة أنا ما عارف أبدأ لكم من وين، إنه إحنا نقدمه عمر يعني شخصية ممكن تكون ما أخذت حظها من الإعلام، في الناس تعرف صراحة. يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان في الباحثين السودانيين بجد يا جماعة نسلط الضوء على الناس اللي بيستاهلوا الضوء. يعني باختصار كده، في ناس أبدعوا في السودان إبداع ممكن تكون بسيط جدا، قد سهروا قروا ليالي وتعبوا وأنجزوا إنجازات كبيرة جدا، لكن المشكلة شنو؟ بعد ده كله في المجتمع وين هم نصيبهم؟ احنا ان شاء الله اليوم يوم 4/9/2021 ان شاء الله حيكون معانا ونستضيف معانا البطل الصغير. ان شاء الله انا يعني عمر تفضل، تحية ليك وشكرا لك. تفضل يا عمر عرف عن نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر الخطاب من فريق المبتكرين الصغار. أنا في عمري 12 سنة، بدرس في الصف الثامن في مدرسة سودان جلوبال سكول. الليلة أنا مبسوط جدا إنه أكون معك، ويشرفني إنه معك أكون معك الليلة. ان شاء الله يا رب. انا والله يا عمر ان قدرت فرحان. انا طبعا بالمناسبه ماجستير في الذكاء الاصطناعي، فطبعا سمعت بكاس كاس العرب للبرمجه والذكاء الاصطناعي. فوقت سمعت عمر كنت قايل لك شخص كبير كده اللي فاز بالذكاء الاصطناعي وحاجه الشكل ده، فوقت شفت الصوره صراحه يعني كان في فرحه كده بانه يعني الحمد لله مجالنا بقى يعني منتشر. عمر انا هسألك سؤال كده بسيط جدا، المسابقات كاس العرب للبرمجه والذكاء الاصطناعي أنا صراحة ما سمعت بها، كده عرفنا بها ممكن؟ يلا، مسابقة كأس العرب للبرمجة والذكاء الاصطناعي هي مسابقة لفئة الأطفال واليافعين، كان اشترك فيها 3500 متسابق من كل أنحاء الدول العربية. فالمسابقة دي بتهدف لأنه تلفت نظر الأطفال العرب من كل الدول العربية لمجال البرمجة والذكاء الاصطناعي. اوكي يعني 3000 عديل يا عمر، 3500 3500 عدد كبير صراحة. بجد يعني عدد كبير شديد. ممكن أسألك المسابقة دي دخلتها كيف؟ أول ما دخلت هل كنت متوقع أنه 3000 دي أنت تمشي في مراحل متقدمة؟ شعورك شنو في المسابقة؟ أول إحاسيسك في البداية. والله يعني لما بدأت المسابقة كان يعني شوية توتر، لكن الحمد لله يعني قدرت أتعود على الحاجة دي. كويس، انا كنت قدرت اتعود على الحياه دي، لان الحياه دي بالمناسبه صعبه شديد. انك تكون ما عارف نفسك احساس شنو، حتسابق منو، الزول اللي قدامك ضمنه زول في ثقافته مختلف من ثقافتك، حياه كثير شديد عمر، وبالذات في عمرك يعني التجارب بتاعتك صراحه انا بتوقع انه هنتبهر معك في قدام ان شاء الله عمر. عمر المسابقه دي استغرقت كم وكده وكانت 200؟ والله هي بدأت من يوم زي أظنه يوم 15 مارس، فاستمرت 5 شهور، فمرت ب4 مراحل في ال5 شهور دي. 5 شهور مسابقة صعبة كانت، الفترة طويلة. طبعا أنا أكيد إحنا عندنا يعني أنا متأكد تماما الأسرة لها دور كبير، حنجيها في فقرة محددة عشان يعني برضه نفتخر بأسرتك أنها هي ساعدتك، ويكون برضه مثال لباقي الأسر السودانية أنها تدعم الأبناء وتدعم تقدم لهم كل السبورت والدعم المعنوي وحتى الدعم يعني بتاع كلمة ما شاء الله أنجزت ما شاء الله، يعني كلمة برضو عندها أثر، يعني مش الدعم دائما ضروري يكون مادة أو مالي. ممكن تكلمينا عمر عن مشروعك اللي شاركت به؟ هو يلا مشروعي الفائز اللي كنت شاركت به هو ايكام، فهو يلا هو حل لمشكلة الإعاقة البصرية. فهو جهاز صغير، عبارة عن جهاز صغير فوقه كاميرا وحساسات مسافة،
بتحول الصور والمسافة المأخوذة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي لأوامر صوتية بتمشي لأذن المستخدم عبر سماعة. عمر، انت عارف الكلمة اللي قلتها دي؟ انا عرفتها وانا في الجامعة. يعني الخوارزميات، العقل، الذكاء الاصطناعي، انا صراحة مبسوط يعني لدرجة انا ممكن دائما هقول لك كلمة انا مبسوط دي، لدرجة انك انت ذاتك تستغرب البسطة دي جات من وين. انا بجد يا عمر انه احنا في فترة، طبعا الجنريشن بتاع الاجيال، الفترة السابقة او الفترة دي اختلاف تماما. أكيد أنا بدي أسألك، بينك وبين زمايلك حسيت في فرق في الكلام بقى، أو التفكير بتاعك بقى مختلف ولا لا؟ في فريق المبتكرين ولا في المدرسة؟ المدرسة أول حاجة، نمشي المدرسة حتى نمشي فرق المبتكرين. والله بصراحة يعني ممكن تقول كده كتير. أوكي، تتمنى تديهم رسالة شنو؟ أيوة معلش تتمنى تاني. سامعني؟ أيوة تتمنى بالظبط. تديهم رسالة تقول لهم شنو؟ أنا ليه؟ للناس الأغرانك في نفس العمر بتاعك، أو الناس في نفس جيلك. طيب يلا أنا كلامي حوجهه لأطفال السودان عموما ولأصحابي وجيراني خاصة. مجال البرمجة والإلكترونيات مجال جميل جدا، فهو مثلا بدل ما أنت تصرف مثلا 300 مليون عشان تشتري بلاي ستيشن وزائد التكلفة بتاعت السي دي بتاعه، ممكن أنت في لابتوبك عادي ممكن تصمم الجيم بتاعك بكل سهولة بأقل من 100 جنيه كمان. اوكي، دي حاجه فيري انترستنج بجد، يعني اي سو براود، يعني انا فخور جدا انك انت معانا. عمر، بالنسبه للباحثين سوري المبتكرين الصغار، اول ما دخلتم وهالان تحس نفسك نفس الحاجه؟ اي بيني وبين اصحابي في فريق المبتكرين اي نفس التفكير بالضبط. اوكي، انا والله يا اخي انا يعني بحاول ادي رساله عن طريق انت تقولها، أن يا جماعة البرمجة دي بقت آلية للتفكير يا جماعة، مهما كان عمرك، مهما كنت أنت، البرمجة بقت حياة يا جماعة، أنت بلاي ستيشن، الجيم، حتى كل الألعاب، كل أنواع الألعاب، في الفيرشوال رياليتي، الأجمل رياليتي، ألعاب الخيال العلمي، دي كلها عبارة عن برمجة. ايوه ممكن تكلمني أنه أنا أنه فترة الخمسة شهور دي المسابقة دي كانت طويلة جدا، هل مرت بمراحل أنت كنت تري؟ ممكن تتكلم لي عن المراحل دي؟ يلا، المرحلة الأولى كان 3500 متسابق بخشوا للموقع بتاع المسابقة، فهناك حيقدموا للامتحان، فالاختبار ده كان أونلاين أخذناه، فاتأهل من المرحلة دي 1000 متسابق للمرحلة الثانية. في المرحلة الثانية كان أخذنا اختبار أونلاين بشكل بمستوى أعلى، تمام، فاتأهل منه 250 متسابق للمرحلة الثالثة. والمرحلة الثالثة كنا استخدمنا برنامج سكراتش، يلا فعملنا به أفلام بالبرمجة الصورية، مشاريع بالبرمجة الصورية بتروج لحل واحدة من مشاكل الوطن العربي. فأنا كان من مشروعي إيكوما، تمام، فإيكوما ده حل خلي لمشكلة جنبك، شح المياه في الوطن خلي العربي. جنبك، خلي أيوة جنبك، خلي أيوة جنبك ايوه اوكي. أيوة أيوة تفضل. ايوه، فأنا حل المشكلة. فأنا مش فحل هو كان حل مشكلة شح المياه في الوطن العربي. يلا ففي المرحلة الرابعة اتأهل من المرحلة الثالثة زي 100 متسابق للمرحلة النهائية الرابعة، فعملنا أظهرنا موهبتنا في المونتاج وفي نفس الوقت في البرمجة الصورية. يلا هم كانوا حددوا لنا مشكلة الإعاقة، فأنا من الإعاقات دي كلها اخترت الإعاقات البصرية، الإعاقة البصرية، فحليلها كان ايكم اللي شرحته قبل شوية. فبعديها طلع مننا 20 فايز من فئة الصغار واليافعين.
العشرين فائز انت قلت رقم كم؟ والله أنا من فئة الأطفال الحل الإبداعي، كنت المركز الأول. المركز الأول من 300 3500 مشاهد. خليك أيوة فرحان يا عمر، ده إنجاز ضخم جدا. أنا أيوة أحاول الناس فعلا. تدخلوا معانا الله يتحسي، أقول لهم يا جماعة بكل بساطة كانت 4 مراحل، المراحل دي شاركوا 3500 مشترك، بعدها تم تقليص العدد ل 1000 مشترك، وبعدها ل 250، واخر مستوى ل 100 شخص، ومن ال 100 شخص اختاروا 100 شخص، ومن ال 100 كان عمره، من ال 20 كان عمره اوله. يا جماعه ده انجاز للسودان كله يا اخي. انا عمر انت حملت اسم السودان عالي يعني بجد. حتى ان ذات المشروع ما كان واحد، تكلمت عن مشاكل احنا الان في مؤتمر قاعد نتكلم فيها الجامعات، مشكله شح المياه دي مشكله كبيره جدا، يعني واحد في عمرك بيتكلم عنها صدقني انا بتوقع حاجه كبيره جدا تطلع لك في المستقبل. ورينا عمر حصل في إن شاء الله. نفسك في مستقبلك، في مستقبلك انت الشخصي، وبعدين نتكلم عن مستقبل السودان، ده مستقبلك. أنا إن شاء الله بحلم إنه أكون أقوى مهندس متخصص في روبوتات العالم، وحلمي أتعلم الحاجة دي في كيوتو اليابان. حلو حلو جدا. وبالمستوى بالنسبة للسودان عندك حلم للسودان؟ وإن شاء الله لما أكتسب الخبرات في اليابان أجي أنفع بلدي بها بالخبرات اللي اكتسبتها. انا ما اعرف، لكن I'm so proud of you يعني، وبحاول قدر الامكان. احنا في باحثين السودانيين حنحاول ندعمك، تمام؟ هنشوف لك الكورسات الاونلاين كلها في اليابان او في السودان او في كل دول العالم بيهتم بالماشين ليرنينج او الذكاء الاصطناعي او الروبوتات. انا في المجال ده قريب منك، فحاول يعني بجد يعني كشخص دعم شخصي ان شاء الله حاول اساعدك. يا عمر ممكن تتكلم عن اسرتك بشكل يعني السبورت الجميلنا؟ عمر طبعا الانترنت عندنا في السودان عدد طبعا. اوكي عمر طلع ودخل. رايكم شنو اللي بتستمع معانا في اللايف بالوضع في السودان ده؟ شخص زي عمر انا ممكن اقول بطل السودان بكل معلش بساطه. جدا، لا لا از اوكي يا عمر، فصل فجأة عندي. لا لا ما في مشكله، عادات وتقاليد عندنا، النت والكهرباء. انا طبعا درست لك السؤال ده في ال5 شهور دي، عانيت الكهرباء والنت ولا لا؟ والله دي أكبر مشكلتين، المشكلتين الوحيدات في نفس الوقت أكبر مشاكل، وممكن المشكلة دي كمان تكون واجهة أطفال السودان كلهم كانوا مشاركين في المسابقة دي. كم نفر من السودان شاركوا؟ يا عمر اقفل الكاميرا، جيت تقفل الكاميرا وتشارك معاه عشان الانترنت شكله. معلش طبعا كلنا عارفين مشكلة النت في السودان. لكن يا جماعه انا بس عاوزين نسلط الاعلام على الناس اللي بجد نجحوا في السودان. عمر شاب، ممكن اقول سنه ثامن، يعني زول صغير جدا في العمر، في مرحله هي مرحله الزول يلعب والزول يلعب، لكن هو اختار انه يلعب في لعب مختلف تماما، اختار الابداع، اختار الابتكار، اختار انه يستمتع بالعلم. دي مرحله كبيره جدا يعني، من شاب صغير العمر اختار النوع المختلف تماما من الآلية بتاعت اللعب الترفيه. بالمناسبة كل دول العالم سبقتنا، لأنه الشباب أو الأطفال اللي في سن عمر ديل كانوا في المرحلة بتاعت عمر دي، خلوا أدوهم نفس المستوى بتاع عمر، اهتموا بيهم، راعوا ليهم، أدوهم مكانة بتاعتهم. بجد يا جماعة إحنا دايرين نسلط الضوء والإعلام على زي عمر عشان ينجح. والزول القاعد في أي حتة من الشمالية، من الدنقرة، من البورسودان، من البحر الأحمر، من زالنجي، من الفاشر، من نيالا، من كردفان، من غرب كردفان، أي حتة في إيقاع السودان ده بالمختلف جماعة. لو كنت تسمع عمر ده صدقني التفكير بتاعه بيختلف، حيكون عنده حلم لأنه شاف زوج زيه في السودان أنجز ونجح. علينا نبني له حلم يا جماعة.
احنا كلنا مع الثوره السودانيه دي احلامنا كبرت شديد، لكن الظروف اللي مرة البلد صدقونا في احباط كبير شديد، كميه من الاحباط جاتنا اثناء احنا كنا يعني صراحه كده كان في شن مبالغه جدا على منتخب السودان النسائي في هزيمته. كان عمر ده جاء اول كاس العرب في البرمجه والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم العربي كله، على مستوى 3500 مشترك، 3500 مشترك جاء رقم 1. فالناس ليه يعني احنا دائما بنهتم في حته اللي فيها اختلاف، لكن حته اللي فيها الفرحه بتاعتنا كلنا كسودان، عمر ده بيتكلم باسم السودان والفرحه بتاعته فرحه السودان، ليه ما كان ضمانا بدل احنا نوزعنا شتتني وننبس بعض؟ لا عمر ضمانا، احنا نفرح كلنا لعمر، خلينا يا جماعه نفرح بعمر. عمر كلمنا عن، ايوه انا ده اسالك سؤال يا عمر، بالنسبه للكهرباء والانترنت، لانه دي المشاكل الحقيقيه عندنا في السودان، خلينا يعني ممكن تكفر الكاميرا عمر؟ يا عمر لو سامعني اكفر الكاميرا. عمر اوكي مع برضه في مصعب وفي استاذه ميساء معانا هنا ده. مصعب كوتش مصعب طبعا يعني يا جماعه انا كوتش مصعب ده اللايف الثاني حقابله. يا مصعب اذا بتقدر تتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سامعيني كويس؟ سامعينك يا مصعب. اهلين كيف؟ الله يعافيكم. تفضل. طبعا اول حاجه اقدر اقول لكم يعني دي حاجه بجد يعني حاجه ما سهله كله انه كانت تحصل، وكانت بالنسبه لي يعني حاجه جميله جميله جدا كونه يعني في المركز الاول وكده. الحاجه اللي انا داير اقولها لكل واحد يعني او لكل يعني ولي امر عنده اولاد وكده، انا دربتها في الدوره التدريبيه الثانيه اللي فرق المبتكرين الصغار وكنت متابع يعني. الحاجه دي يا جماعه اطفالنا او الاطفال السودانيين كلهم يا جماعه بيتميزوا بحاجات يعني احنا ما ملاحظين ليها، وفي حاجات كثير احنا بنلاحظ ليها لكن ما بنديها اهتمام. امثال عمر يا جماعه، امثال عمر في السودان هنا عددهم كبير. انا دربت كان الدوره التدريبيه الثانيه كان فيها 40 طفل، حرفيا ما شاء الله اكثر يعني بنسبه 30 طفل، 30 طفل دول ممكن يكونوا اطفال عباقره جدا ما شاء الله عليهم يعني، لدرجه انه انا لما ارجع البيت بدل انا يعني حاجه زي دي بالنسبه لي مثلا عادي يعني درست جامعه ودرست الكترونيات وبرمجه، فافتكرت ان انا اول ما اجي وادرس عادي ما بحتاج ان ادرس اي حاجه ثانيه، دي معلومات بسيطه. الحاجه اللي حصلت لي ان انا اول ما كنت برجع البيت كنت بضطر انه انا ادرس لي حاجات اكثر واكثر واكثر عشان احاول ادي الناس المعلومات اكثر. يعني انا لقيت عقول بجد من يعني هم ايوه صغار واي حاجه لكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيخلوني انا اساهر عشان احاول الحق انه ادي معلومات كل مره زياده معلومات زياده. عشان اقدر اوصل انه العدديه او الاطفال هنا في السودان ما شاء الله عليهم يعني عدد كبير جدا منهم ممكن اقول لك نابغين يعني بجد، حتى بنلاحظ انه في البيت بس معلش في البيت عندنا هنا. بس معلش اقول حاجه بس يا عمر، ممكن تقفل الكاميرا عشان النت تكون مستغرقه عندك. انا قفلت الكاميرا عندي ذاتها. عمر اذا سامعني ممكن تقفل الكاميرا. عمر يا عمر ممكن تقفل الكاميرا. لانه فتحت الكاميرا يا جماعه في النت ممكن تكون فيها مشكله في الاستقرار الانترنت. معلش انا مصعب لمقاطعتك لكن بشكل النت لسه معلق عنده. انا بس داير اقول لك في الكاميرا لا لا ولا يهمك بخش معاك عادي يعني انت بتلقى نفسك النت مستقر. يا عمر اذا سامعني اقفل الكاميرا. انا تحت في الكاميرا دي معاك عشان شنو اللود الترافيك يكون بسيط علينا وعليك. لسه على المشكله ما زالت غايمه. تفضل يا مصعب قفلي على المقاطعه. تفضل. ولا يهمك. الشبكة كمان هنا عندي سيئة فإن شاء الله سامعيني كويس أنتوا كمان سامعيني قال إحنا الحمد لله. تاني كان إحنا في كفريق المبتكرين برضو شاركنا في كم مسابقة، اللي هو مسابقة كانت في ليبيا وكذا، لأن المشاريع كانت ألو سامعيني كويس؟ أيوه سامعينك سامعينك يا مصعب. تمام. المشاريع
او المشروع بتاع كان في ليبيا برضه، يعني كان الليله وبكره وبعد يومين طوالي المسابقه خلاص حتبدا، وهي المسابقه لها 3 شهور بعد. فالحاجه اللي برضه عجبتني في ظرف 3 الاطفال يقدروا يبنوا روبوت ويشابهوا ويجمد الرابع على مستوى، وزيها والله هنا الله يعني كاس العرب للبرمجه كمان، يعني انا بس ايوه يعني ما شاء الله، يعني حاجه جميله شديد. انا طبعا اول مره اعرف ف انه جهزت 3 ايام، بس انا عارف انه قد جينا في اللايف هنا تكلمنا، انت قايل لي مجهود كبير لكن 3 ايام. معلش بس هنا دي واحدة من مشاكل السودان، انه الكهرباء وقعوا قطعت كذا الكهرباء. فاتكسر فاضطروا يبنوه من الاول وكذا. انا زاد حكي في الكاميرتيش، يعني اللود الترافيك يكون على في البسيط. يا مصعب ممكن تواصل؟ بس المعلومه كنت اقدر اوصلها انه ما تستهينوا باطفالكم، يعني بجد الحاجه دي بتعلم الطفل التفكير المنطقي، انه لما يواجه مشكله الا بيفهم، خصوصيا للاطفال اللي بيكونوا يعني جنهم حركتهم كثيره، وديل اكثر اطفال ممكن لو دخلوا المجال بتاع البرمجه وده يعني الحاجه دي تاثر عليهم كثير شديد. ف دي النصيحه اللي بس كنت اقدر اديها لاولياء الامور، و يعني ألف مبروك لينا كلنا كشعب سوداني، وإن شاء الله ربنا يسهل عليك. ان شاء الله. شكرا لك يا كوتش مصعب، او استاذ مصعب، او الالغاب كثرت عليك يا مصعب، ربنا يعينك. الحين اللي عليك ثقيل صراحه. انا يعني قاطعتك يا مصعب لانه استغربت، لان انا المره اللي فاتت اللايف اللي طلعنا فيه برضه في ابطال، برضه جاء ممكن نقول عن رابع البطوله كانت في ليبيا، يعني التكريم ده كان بسيط جدا عليهم. حاسس الان هنا شخصيه، يعني انا داير الابطال دي تكرموا يا جماعه، الابطال ديل يعني شخصيات بسيطه جدا، شخصيات يعني عادي جدا، ممكن يكون مارة جنبك في الشارع انت ما تكون عارفه، لكن لو جاء فنان او جزول، لا يعني شخص ما، انت لو من اخر الشارع بتعرف تلقى الجوطه جنبه، الاعلام حوله، حياة كثيره. انا ما ادري اقلل من او اخش في مجالات اخرى، لكن يا جماعه الاعلام برضه لازم يسلط على علماء السودان المستقبلين، علماء السودان الحاليين، عندنا بروفات ودكاتره على مستوى العالم، احنا قدرنا نسلط الضوء عليهم في الباحثين السودانيين، نعمل فهرسه للباحثين السودانيين. عمر ايوه بالضبط الليل انا اقتنعت بك، انت نجحت جدا اول كيف، لانك انت عندك اصرار، رغم النت عندك كعب انت اصريت. انا لو زول حتى غير كان كان زهج وزعل. عمر سعيد ايوه لك تمام كده، تكلم لنا عن لحظه مرت عليك في البطوله انت ما قادر تنساها، حزينة أو سعيدة. لحظة ما قادر أمر عليها في ما قادر أنساها في البطولة. مرة كانت الكهرباء قاطعة، فده كان في أيام المرحلة الثالثة، فمرة كانت الكهرباء قاطعة وأنا شغال في السكراتش، شغال على مشروعي، فالكهرباء فاللابتوب كان دار يفصل شحن وأنا لسه ما سيبته، دار أسيبه كده قام قطع، ما عرفت أسوي شنو. عملت شنو؟ والله انتظرت لحد ما الكهرباء جات. كم ساعة؟ كتير، كانت زي 12 ساعة قاطعة. والله يعني ما أعرف هحضر شنو في المرحلة التالتة دي، تميتها كيف يعني صراحة؟ نفسياتك زادت في القعدة. والله شفتها، كان السكرين ريكوردينج دي كان أصعب واحدة من أصعب المشاكل اللي كانت واجهتني، إنه بتحصل أخطاء لما أنا أبدأ الفيديو وأبدأ الفيديو بتاع المشروع، فبيحصل خلل، بقوم أحول من تلفوني للابتوب ومن اللابتوب لتلفوني، فلما كنت أقدر أرفع المشروع خلاص تلفوني خلاص كان ده يقطع، فالحمد لله ما قطع أول المشروع، استغرق وقت طويل شديد عشان يترفع لأنه كان ده لون نت قوي. ما شاء فدي الله واحدة النت من قوي، مشاكل السودان. النت في السودان قوي طبعا يا عمر، ها؟ النت في السودان قوي يا عمر طبعا. شديد. يا عمر يعني بجد انت عارف انا
هتكلمك بس حاجتين بسيطه. انت عارف احنا عندنا الحاجات اللي انت قلت دي احنا حاجه اسمها سوفت سكيلز، المهارات يعني الاضافيه، تمام؟ دي البروبلم سولفنج، امكانيه حل المشاكل. انت عارف انت اكتسبت المهاره دي بدون تقراها؟ والله بصراحة ما أول بعلم. مرة، والله الحمد لله حقيقة كلامك صح. احنا عندنا في حاجه اسمها السوفت سكيلز، المهارات الاضافيه اللي هي مثلا انت زي مبرمج، تمام؟ في مهارات اضافيه مثلا التخاطب، مثلا انت حاسس الايه اللي بتتكلم معانا بشكل لو زول تاني كان ممكن يخاف يخجل او كذا، فهمتني؟ مهاره السبيك، التحدث، تمام؟ المهاره الثانيه بتاعت اللي يكون زول ريلاكس، يعني انت اول ما زالك اول كهرباء او حاسس انك فصل مرتين، انت ما يعني ما توترت عادي دخلت، فهمتني؟ المهارات المشاكل اللي مرت عليك في المسابقه دي تحل. انت عارف انت عباره الحياه اللي عملتها دي كلها عباره عن منهجيات علميه احنا قاعدين ندرسها في الجامعات. ايوه جميل. اقول لك يعني بجد بجد حظ موفق لك شديد انه انت ما قريتها، انت اتعلمتها، يعني الحياه بيقولوا مدرسه يا عمر. ايوه عمر، ايوه تفضل. عاوز اوجه لي رساله مباشره للشباب او اطفال السودان. ايوه انا طيب، رسالتي للأطفال والشباب في السودان إنه مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي هو مجال المستقبل، فهو حيشتغل في أي حاجة، عشان كده الناس لازم تتعلمه، دي حاجة لازمة جدا. يعني احنا ان شاء الله نتوقع انه في الفتره الجايه يا عمر، بس انا متاكد التشجيع الحسي، الكلمه اللي قلتها انت بسيطه دي متاكد تخلي ناس كتار جدا تفكيرهم متغير يا عمر. أيوة نتمنى يا عمر ربنا سبحانه يكتب لك انه تغير افكار ناس كتار من الشباب وتكون قدوه للناس إن شاء الله. ان شاء الله. عمر، انت عندك قدوه زول بيتمنى تبقى زيه؟ بصراحة خدت قدوة كمثلا بيل جيتس، لأنه هو واحد من أقوى المبرمجين، ومثلا ستيف جوبز لأنه هو غير العالم بأبل. فبصراحة بنتمنى إنه يكون في ناس في السودان نضرب بهم المثل. ان شاء الله. طبعا الليله يا عمر كنت عامل لي محاضره الصباح في لايف برضه، لو انت ممكن ارسلك رابط تشوفها، اتكلمت عن ستيفن جوبز انه هو مغير الناس. يعني صراحه انا بحس انه انت لو ادوك سنتين بس ممكن تمشي تقرب تدريب في الجامعه. إن شاء الله. ان شاء الله يا عمر. والله انا بتمنى انه ذات الجامعات والمدارس تراعي اي سؤال المواهب يا جماعه عندنا حولنا، لكن ده رعايه، داير فصول مختلفه، الفصل ذاته ما يكون فصل عادي تقليدي كراسي وسبوره وطباشيره، لا، ما دارين حتى السينتين بتاعهم، دارين سبيس للطلبه عشان يبدعوا. عمر، بتتمنى انت لو قال لك غير حاجه في المدرسه تغير شنو؟ عاوز مثلا الفسحه تبقى طويله، الهبات، عاوز شنو تجيك في المدرسه؟ تتمنى شنو؟ والله حاجة بتمناها في شنو؟ في المدرسه تتغير. أيوة تتغير، إنه يكون في كل مدرسة يكون في تدريس للبرمجة والذكاء الاصطناعي أو الإلكترونيات، وإنه المدرسة يكون شغولها يكون كتير منه بيشتغل بالتكنولوجيا، لأنه هي حتبسط عليهم حاجات كثيرة جدا. طبعا امبارح الدكتور انور الليله كان بيتكلم، دكتور انور دفع الله كان بيذكر انه الليله احنا في القرن ال 21 20 21 يا جماعه، اذا انت بتتعامل انا البرمجه دي لا تعملها، اذا انت طلعت في التفكير هي لازم تتعامل يا جماعه، ده بقى امر واقع، البرمجه بقت حياتنا، بقت امر واقع، كونك تفكر فيها انك تعملها ولا لا، انت بقيت طلعت بره زي ما بيقولوا العالم برضه. يا عمر، احنا صراحة سعيدين شديد لدرجة كبيرة جدا، لكن ندي ميساء مشاركة بسيطة أو مداخلة، وإذا عندها سؤال لك عمر توجهه، تفضل يا ميساء. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام. أهلا يا أحمد، شكرا على إتاحة الفرصة، وفخورين بك كثير شديد يا عمر الخطاب. أنت اسمه عمر الخطاب صح؟ أيوه أنا وأختي برضه اسمه عمر من الخطاب. بجد يعني ما عشان أنا طبعا برضه مهندسة بتاعت إلكترونيات، قريت في جامعة السودان،
والآن بحضر دكتوراه في الذكاء الاصطناعي، ما وراء كيف أربط طرق الذكاء الاصطناعي مع الكهرباء، تمام، مع الرينيبل انرجي. فأكيد أنت حتكون عارف الحاجة دي، ممكن تكون أحسن مني. فأنا فخورة جدا إنه في ظل ما شاء الله عليه في يدا في سنة تامنة وعمل الحاجات دي كلها، وجاء أو في المركز الأول بالنسبة للمنافسة العربية، أو حتى لو كانت عالمية أنا متأكدة إنك كنت حتجي برضه. ففخري لينا كلنا. أنا عايزاك أول حاجة أنت مثلا، عشان مثلا إنه الناس اللي حيشاهدوا الفيديو هم حيستفيدوا منك أصلا، خاصة الأطفال أو الشباب زي ما ذكر أحمد وكده، إن شاء الله. فأنا عايزك تقول لي إنه أنت اتعلمت أصلا الإسكراتش من وين مثلا، عشان مثلا الناس اللي بيكونوا عايزين يبقوا زيك بعدين، أنت كده حتبقى غضوة لناس ثانيين أكيد، صح؟ أيوه فإن شاء الله في المستقبل أو من هسي. فأنت اتعلمتها من وين مثلا لحد ما وصلت لهنا؟ انت ذكرت حاجات كثيره، بس انا تقريبا ما مذكر انك ذكرت كيف تعلمت الاستراتش مثلا، كيف بدات هناك. ومثلا اي زول عايز مثلا يمشي في المجال اللي انت مشيت فيه، فانه يبقى، لانه في اطفال كتار مثلا خاصه السودانيين، هم طبعا ناس شاطرين شديد، بس ما عندهم زي ما انت قلت المشاكل، انه الناس ما لاقيه تاكل كويس، الكهرباء والانترنت والحاجات دي كده، مشاكل كثيرة. ثاني حاجة أيوة. اللي هي إيه اللي هو، أنت مثلا، أنا عندي فكرة ما أعرف أحد هنا ولا لا، إنه أنت مثلا ممكن لما المدارس تفتح تمشي للمدارس مثلا تعلم الأطفال، أو توصل رسالتك للأطفال، لأنه مثلا ما كل الناس حيقدر يخشوا الفيسبوك ويكون عندهم إنترنت عشان يشوفوا الحاجة دي. في ناس ممكن يكونوا ذكيين شديد أو عايزين يعملوا الحاجة دي، بس هما ما عندهم الإمكانية مثلا إنه يخشوا الفيس، يخشوا مبادرة الباحثين عشان يشوفوا الفيديو بتاعك. فأنت ممكن تمشي للمدارس خلاص، إنه أنا ما أعرف الحاجة دي ممكن زول يعملها كيف، أحمد هناك معاك في السودان ممكن يشوفها، لأنه هو برضه بيدرس في جامعات وكده. تمشي لمدارس معينة وتوصل للأطفال فكرة إنه أنت قلت إنه مثلا عايز، بتتمنى إنه في كل المدارس زي ما قال أحمد يكون في تدريس للاي اي او لاساسيات الحاسوب العادي، عشان الناس تقدر انها تبقى زيك يعني، تمام. فكيف الناس تعمل الحاجه دي؟ بانك انت تمشي وتوصل لهم الرساله عن قريب، تمام. اكيد انت مثلا لو مشيت لخمس مدارس او كده، اي زول بعدين حيوصل لصاحبه، تمام. تاني حاجه، ايوه، هي فكره ظريفه انه الناس مثلا في مدارسنا تبقى تعلم الحاجات دي من السنين الاولى، بس في مشكلتين برضو اللي انت ذكرتهم ذاتهم، الكهرباء والانترنت. فدي انا ما عارفه انها حتتحلى وما تتحلى، ان شاء الله تتحلى، لكن استيل حتى لو بانه الناس بعد، ما عارفه انه الناس في القريب العاجل حتغير للطاقه الشمسيه، ولا حتلقى طريقه ثانيه انها عشان تقدر تستخدم الكهرباء، يكون في استمرار للتيار الكهربائي وكده، عشان الناس تقدر تنجز حاجاتها. شكرا كثير يا أحمد، وشكرا كثير يا عمر بن الخطاب، تسلم يا رب. احنا طبعا لا عمر ده احنا نديك حق الفيديو عمر ده، لازم نقول لك البطل عمر لحد ما شنو الناس كلها يعني اللي لا قال اسمه شنو تقتدي بالتجربه بتاعتك. عندنا محمد محجوب جاء، لكن انا محمد محجوب قبل ما اديك المايك انا عاوز اقول لك السؤالين اللي سالتهم في الكومنت في الوقت في الفيسبوك ما تزالهم، انه ده الختام بتاعنا، تمام؟ تفضل يا احمد محجوب. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته، السلام. كيف حالكم؟ الحمد أنتم لله. بخير. في البدء والله أنا سعيد جدا إنه مؤسسة الباحثين السودانيين تهتم بالأطفال، لأنه أطفال اليوم هم شباب الغد، فدي لفتة بارعة جدا إنه تتم حاجة زي دي في مؤسسة عريقة ومؤسسة عظيمة للباحثين السودانيين. والشكر برضه موصول لك يا أستاذ أحمد، والشكر موصول لي دكتور أنور على إتاحة الفرصة. أنا داير أدي نقطتين خلاف السؤالين بتاع الفيسبوك. النقطة الأولى أن المسابقة دي كانت مصحوبة بتحديات كبيرة جدا، وأقول لك ما خفي أعظم، يعني الحاجة دي كانت بالنسبة لنا نحن يعني فيها كان يعني مشاكل وفيها problems، خلاف
الكهرباء وخلاف الشبكة، دي حاجة بقت نورمال عادية في السودان. لكن كان في مشاكل تانية، يعني مشاكل تكنيكال في المسابقة، مشاكل في أنه نحن مثلا نحاول ند الطلاب بصورة كبيرة، مشاكل في أنه ذاته المسابقة تصل للفئة المستهدفة، لأن نحن كان الناس اللي سجلوا من السعودية، احنا المفترض كان يستهدف اكثر من 500 طالب، لانه كل ما المسابقة مشت كل ما العدد يتخلص. لكن طالما دي اول مرة لنا، اول تجربة بنستفيد منها في انه نحاول نعمل تقييم للتجربة دي ذاتها، ونشوف المشاكل problems شنو، نشوف السولوشن عشان نمشي لقدام. النقطة الثانية واللي هي برضو it is very important، يعني اللي هو الفيدباك أو الأثر على الطلاب ما بعد المسابقة، وهل مثلا الطلاب ديل مثلا بيقيفوا عن المسابقة دي ولا بس كده خلاص. يعني نحن في فريق المبتكرين الصغار خصوصا ما بندخل طالب في مسابقة عشان هي مسابقة، يعني ما عشان هو بس يسهر على السوشيال ميديا أو يتحصل على جوائز أو يجيبوه في الإعلام وعلى كده خلاص، يعني الفيدباك كده يكون انتهى. يعني لا، بنحاول نحن نوسع الفيدباك بحيث إنه حاليا حاسة بنحاول نشوف الطلاب المتميزين في المسابقة ياخدوا منح دراسية مجانية، بالذات في المدارس الانترناشونال الحياة دي. والحمد لله يعني عمر برضو أخذ له منحة كويسة دراسية برضو في مدرسة في بحري، فده أثر كويس، ده أثر ممتد لعدد من السنين. يعني هو كده حس هيكمل دراسة الثانوي يعني بصورة مجانية، فده أثر تاني من الصوت اختفى مني ولا محمد محجوب؟ عمر أو ميساء، الصوت اختفى مني أنا ولا؟ اي انا ما سامعه برضه، كان بيتكلم وقطع فجأة. هو الصوت عندي فاتح لكن شكله ما واصل لنا الصوت. أوكي، غيرته من حسابات ايو الصوت، فأنا بحاول قدر الإمكان نواصل الحلقة، وأنا عملت كو هوست عشان في أي لحظة تفتح المايك. محمد محجوب، شكله إعداد التغاليد بتاعت النت جاتك. احنا بنقول يا جماعه النت ده عادات وتقاليد. بعتذر يا احمد محجوب، والله كلامك النقطه الاخيره دي بالذات انا مهتم بها، الاثر. احنا حسي بالمناسبه عمل شغالين في من المشاريع الجميله جدا، قياس الاثر المجتمعي لكل المبادرات بتاعتنا. الاثر المجتمعي ده يا جماعه بوريك الفيدباك بتاعك، انت اثرت اي جمهور اثرت فيه، وتزيد وين وتنقص. يعني انت تعرف انت محتاج تزيد وين، هل محتاج تزيد في اللايفات، محتاج تزيد في الكتب، محتاج تزيد في ستوري، محتاج تزيد في وات ايفر. يعني انت بتكون تقيم نفسك. يا عمر عايز اسالك سؤال، تفضل. انت وقت قال لك انت فزت، بس كده ده تخيل المنظر، يعني انت صراحه كده حصل لك شنو احساسك وقت انت فزت؟ والله انا لما خشيت على الموقع لقيت صورة الفيديو بتاعي قاعدة، قلت لك ايه، ما انا نطيت طوالي، نقوم نتأكد. خشيت سألت محمد أحجوب، لقيت ناس الجروب قاعدين يحتفلوا، قلت كده نشوف نقرأ الرسائل، لقيتهم قاعدين يقولوا ألف مبروك عمر الخطاب. فبعديها بقيت ما بين متفاجئ شديد وسعيد شديد، فالشعور كان لا يوصف. ما أعرف، لكن هذا ضبحت ولا لا يا عمر؟ والله لسه خلاص لازم نرد الليلة واحد براحتك طوالي يطبح لنا يا جماعة. المهم والله يا عمر، أنا يعني الشعور بتاعك ده، أنا طبعا يعني 200 وقت أنا شفت صورتك، أنا وقت قال لي عمر بالذكاء الاصطناعي صراحة، لأنه في ناس يعني الشباب السودان ده كلهم ممكن يفوزوا أي حاجة، لكن وقت شفتك كان يعني في فرحة بتاعت عمر ده. والله يا جماعة يعني بجد بجد أنا بتمنى لك يا عمر أنه دي تكون بداية لك. يعني أنت تتوقع أن في عمرك ده دي بداية أول. أنا بنصح نصائح كثيرة، من ضمن النصائح يا عمر مهما وصلت تأكد أنه فوق كل عليم عليم، فوق كل عليم ذي علم عليم، تمام؟ فأنت تتوقع أنك كل مرة محتاج تقرأ،
محتاج تتواضع، محتاج تنزل. دي نصيحة لك يا عمر، لأنه أنت الآن في فترة بتاعت اكتساب، وأنا بتمنى يا عمر أنه أنا أسمع بعد 5 سنين أو 3 سنين هستضيفك برضه في لايف، تمام؟ تكون أنت عملت إنجاز أكبر من ده يا عمر. إن شاء الله. أنا طبعا ما أقدر أطول في اللايف أكتر من كده، تمام؟ لكن بتمنى الناس اللي بيشاهدوا اللايف ده اعملوا لي شير يا جماعة. أنا والله ما طلبت شير نهائي في اللايفات بتاعتي، نهائي مستحيل أطلب شير، لأنه الحقيقة لو ما عجبتك بتعمل شير. لكن يا جماعة عمر ده بيستاهل الناس تشوف التجربة بتاعته، بتستاهل أنه تكرم كبطل، مش كعمر كشخص، لا عمر كبطل السودان. أنا بتكلم كعمر، العمر السوداني، أي سوري مش عمر قدامي، أنا بتكلم كبطل السودان. لو لاحظت علم السودان هناك اللي وراه، أنا علم السودان هناك، شفت علم السودان وكده يعني كملت الناقص يا عمر، بعلم السودان معك. ايوه عمر ممكن اديك كلمة أخيرة قبل أن ننهي اللايف؟ تفضل. دار أشكر بعض الناس اللي هم كان لهم فضل في الفوز ده، وزي ما يقولوا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فدار أشكر أمي وأبوي أول حاجة خاصة، ودار أشكر أختي وراء اللي صنع ليل الأفطار دي، وبشكر مدرسة سودان جلوبال سكول لأنها منحتني المنحة المجانية للدروس للدراسة في المدرسة. وأشكر فريق المتكلمين الصغار، أشكر الباشمهندس محمد محجوب، والباشمهندس معاذ خالد، والمؤسس خالد رشاد، وأشكر المدير الإعلامي محمد غاندي، والكوتش كوثر، والكوتش تسنيم. طبعا لو الوالدك او واحد من الاسره قريب ممكن يطلع في اللايف عشان يحيي الناس لو اذا حابي. احنا طبعا بالمناسبه لانه ده يعني بالنسبه لهم دي استمرتهم، انت انجاز لهم بالمناسبه. صدقني هم بعد الليله هم حاسين بالفخر اكثر منك يا عمر. انا حابب اشكرهم من هنا بجد، اوجه لهم تحيه للباحثين السودانيين مخصوصة لكم، زرعتم وحصدتم، وان شاء الله يعني يكون انجاز لكل السودان عن طريقكم، وإن شاء الله تكون بداية لعمر في مسيرة دربه، لأن عمر مسيرة دربه طويلة، ونتمنى دعمه منكم يكون مستمر. أنا يعني بقدر الإمكان اللايف ده أنا مستعد أكون قاعد سنة قدام يا جماعة، اللايف ده ما بيقدر ينتهي مني، أنا أكون قاعد مع صحبة عمر. صدقني الصحبة دي حتكون جميلة شديد، يعني عمر ده انت تكون قاعد قدامه لو ما تكلم انت تكون مبسوط ومبتسم، يعني غاشاك فرحه لا توصف يعني. قلت لك يا استاذ احمد، انا ناوي اشارك الوالده في اللايف ده، تفضل. احنا لنا الفرح تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا أستاذ، أخبارك؟ الله يخليك. أنا والدة عمر الخطاب. تفضلي. الله يخليك. حابة أشكركم كلكم طبعا، بالأخص فريق المبتكرين الصغار، وعندي رسالة لكل الأمهات والآباء، إنه ما في طفل بليد، في طفل قائد وطفل منقاد، وطفل موهوب وطفل مكتسب للموهبة. إحنا بس كيف ننمي الموهبة عند أطفالنا ونشجعهم ونبقى في ظهرهم. وكل الشكر لكم ولكل من دعم عمر الخطاب ولكل من دعم أطفال السودان، وبجد عاجزين عن شكركم. كوتش محمد محجوب، كوتش تسنيم، كوتش نضال، كوتش كوثر، كوتش صباح، كلهم الله يديهم العافية يا رب، وشكرا لكم أنتم كمان. إن شاء الله يا رب. نتمنى يا محمد برضو، نتمنى منك أن الفيديو لو حاب تعرضه بتاع المسابقة، إذا الآن حاب تعرضه أو تعرضه في البحث السودانيين، أنا كأدمين أو أي سؤال أنا مديريتر هناك، فحطوال حشير لك البوست بتاعك، ممكن تتواصل معي في واتساب شير لك البوست بتاعك. وإن شاء الله يعني أتمنى أنك تشارك تجاربك عشان تلقى يعني تكون كوميونتي أو المجتمع بتاع يعني الناس تفيدك وتستفيد. لأنك أنت كل ما يعني عملت بوست هتلقى الناس المهتمين بالمجال دعموك، أو الناس يعني في السودانيين كثير جدا حول العالم في المجالات بتاع الذكاء الاصطناعي، مجالات البرمجه، هيقدروا يدعموك بمعارف جديده، بعلم جديد،
بتوجه جديد. اتمنى تشارك معايا في بحسين السوداني، وان شاء الله نتيح لك الفرصه تماما في بحسين السوداني بكل يعني المقدره بتاعتي ان شاء الله. جماعه بجد شكرا لك اول حاجه يا استاذه، انا بجد يعني انا ما عايز عن الشكر، وبالذات كلامك الاخير ده هو كلام يعني ممكن خلاصه موضوعنا كله. يا جماعه اي طفل يعني هو الثمره بتاعتك، انت لازم تسقيه يعني لازم تتعب فيها، تمام؟ فانت لا يعني انت حياتك دي كلها، انا ما هقول لك لاولادك، لكن صدقني انت حياتك كله مديت اولادك كله يعني انت ذاتك هتكون مبسوط. الكلام ماشي انت بعد تكبر قوم يرعوك، لا الكلام لانك انت بتكون مبسوط في فرحه بتجيك وقد تساعد كائن حي غير انه ولدك، كائن حي قدامك تشوف نجاحه وتكون فرحان بفرحه نجاحه. حاجات كثيره ما بتوصف صدقوني، مهما تكلمت كلام الام ما بزر غيره صدقوني. هي قد قالت كل طفل، هي قالتها لان هي حاسه بالفرحه دي، الفرحه اللي جواها دي حابه اي وانت تحس بها زيها صدقوني. مهما تكلمت ما حكون اقدر اوصف زي كلمتها. وشكرا لك يا استاذه، وشكرا لكم لجميع الناس اللي شاهدونا في اللايف. استاذ احمد تفضل. تفضل معاك الوالد. يا سلام يا سلام، تفضل طوالي. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يديك العافيه، شكرا لكم كثير يا استاذ احمد. أنا بس عايز أضيف حاجة على كلام والدة عمر، إنه عمر ده طبعا هو خرج من رحم فريق المبتكرين الصغار، وفريق المبتكرين الصغار ده هو شغال بجهد ذاتي بحت، يعني باجتهادات محمد محجوب والبشمهندس معاذ والمؤسس خالد رشاد وكده، والناس دي شغالين وما عندهم مقر ثابت يخطوا فيه المختبر بتاعهم اللي بيشتغلوا عليه، وما عندهم جهة راعية. فأنا عايز أنتهز الفرصة دي على أساس أنه نتضافر كلنا أحل لهم مشاكل كبيرة، يعني هي ما مشاكل سهلة، لكن إن شاء الله بتعاوننا كلنا مع بعض المشكلتين ديل بيتزللوا وسهلات إن شاء الله. شكرا لكم كثير. الله، انت ذكرت اهم نقطه يا استاذ، شكرا لك يعني على النقطه دي. برضه محمد محيوب طبعا يعني واحد من الاشخاص العزيزين علي انا شخصيا، تربطني بعلاقه قويه شديد. محمد محجوب، بتمنى يا محمد تشاركنا برضه في لايف او مش لايف، بوستات اللي بعجبك يا محمد عشان نشوف احتياجات البحثين المبتكرين الصغار، عاوزين شنو هم، افكارهم شنو، الاوبجيكتيف بتاعتهم المستقبليه، حياه كثير جدا يا محمد. نتمنى برضو تشاركنا يا محمد في طبعا ما بنوصيك، لكن نتمنى تكون في اكتيفيتي زياده منك ان شاء الله. في استاذه ميساء، تفضلي رفعت يدك ولا؟ انا اضافه لكلام كلام الوالد والد عمر، بقول حاجه يا احمد، انه احنا نقوم نشير الفيديو، نشير كل في كل البسطات اي زول لرجال الاعمال، للناس المهتمين، يعني زي ما احنا عندنا، انا ذكرت كبير في الكومنتات بتاعت الشات، انه يعني احنا مثلا في السودان عندنا برنامج اغاني وكده. انا ما عندي مشكله مع المواهب، بالعكس ما اي زول عنده موهبه مختلفه، لكن ليه ما يكون كل المواهب بنفس المقدار؟ يعني انا ما ممكن يكون عشان مثلا صوتي سمح وعايز اغني القى اهتمام اكثر من ما انه انا عايزه اخترع مثلا عشان افيد البلد، عشان أنا عندي موهبة تانية غير الغنى مثلاً. يعني فأكيد في ناس بيهتموا بالحاجات دي، فإحنا نقوم نشير كل الفيسبوك، كل الناس تشير بوستات معينة، مثلاً نكتب بوست إنه الناس المهتمة، نشيل قروش من رجال الأعمال القاعدين في السودان والبلد السودان عشان ندعم، نلقى نأسس مركز، يعني الناس تأسس مركز أو حتى لو يعني تحت اسم السودانيين الباحثين أو سوري الباحثين السودانيين، نقوم نعمل مركز خاص، نجيب معدات زي ما الناس مثلا بتدعم الجامعات بيجيب لها لابات وكده، احنا كمان نشيل شير او نشيل قروش من الناس، من المهتمين والناس اللي عندها قروش مثلا من رجال الاعمال كده زي ما ذكرتها، عشان نقدر نعمل الكلام اللي قاله الوالد عمر، فهو كلام صحيح جدا، انه الناس عايزه اهتمام وعايزه رعايه، يعني لازم الناس تلقى رعاية، يعني حتى المركز يكون فيه مثلا لا قدر الله الكهرباء قطعت او هي بتقطع يعني طوالي، فيكون فيه مثلا يكون فيه جنريتر، يكون فيه هنا بتاع الطاقة الشمسية عشان
نضمن استمرار الإنترنت ونضمن استمرار الكهرباء. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد. شكرا لك يا أستاذة ميساء. والله يا جماعة الموضوع ده كبير شديد. أنا صراحة كأحمد بحاول يا عمر، أنا في كم مؤتمر في الفترة القادمة دي، تمام؟ في المؤتمر ده حيكون في ناس كتار جدا حيجوا حول العالم السودانيين. بنحاول قدر الإمكان بعلاقاتنا نقدر نوصل، يعني نوصل رسائلكم دي، وأنتوا تيجوا تعرضوا الرسالة ما إحنا، يعني أديكم فرصة أنتوا تتكلموا، ما أجي أنا أتكلم بلسانكم. فهمتني يا عمر؟ أديكم بحاول قدر الإمكان أكون يعني أتيح لكم فرصة تتناقشوا في القضايا بتاعتنا، هي قضايا الشباب، كل الشباب بكل يعني أعمارهم مختلفة، لكن عاوزين نتكلم الناس كلهم يشاركوا ونشوف لنا آلية إن شاء الله. عمر أنا سعيد تماما اليوم معك في اللايف، صدقني فرحة ما بقدر أوصفها مهما يعني تحدثت، يعني حتى لو كنت شاعر اليوم هيكمل شعري، لو كنت مهما يعني كنت صدقني اليوم يعني بجد الفرحة لا توصف مهما تكلمت شديد. فآخر كلمة أنا ممكن أقول أديك لها عمر عشان ننهي بعد اللايف أجين. تفضل يا عمر، لو شايفك عندك إضافة. والله أنا بقول أقول تفضل أكون معاك، شكرا لك شديد. إن شاء الله يا رب. إحنا يا جماعة ننهي اللايف الفيسبوك، ونقول للناس الفيسبوك صراحة يا جماعة إحنا دايرين الدعم. انت اللايك ده لو ضغطت لايك ده دعم يا جماعه، الدعم ده ما ضروري تيجي تقول عمر شكرا لك، لا اضغط لايك نقدر يوصل البوست اللايف ده يوصل لكل الناس يقدر يشوفه. وشكرا لكم، احنا في مؤسسه الباحثين السودانيين. شكرا لنا، الشكر ممدود لك يا عمر انك انت نورتنا في الباحثين السودانيين، ما الباحثين السودانيين نورتني، انت نورتنا. شكرا لك يا عمر، وجزاك الله بخير، وفي امان الله، ودمتم سالمين ان شاء الله.